بداية أصحاب العطوفة والسعادة المحترمين الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الذي نحتفل به اليوم بانطلاق اتفاقية خدمة رد ضريبة المبيعات للسياح والأشخاص غير المقيمين في المملكة الموقعة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وشركة طلال أبو غزالي وشركائه الدولية. يأتي توقيع هذه الاتفاقية لما لها من أثر إيجابي على تنشيط الحركة السياحية في المملكة، ولما لها من أثر في تنشيط الحركة التجارية، وذلك بتحفيز السياح وغير المقيمين على الشراء من المملكة، كون هذه الاتفاقية تمكن من وجود آلية للرد الضريبي وتطبيقا للنصوص الواردة في قانون الضريبة العامة على المبيعات. وستقوم الشركة بموجب هذه الاتفاقية بإنشاء موقع للتاكس فري على شبكة الإنترنت وتزويد السياح وغير المقيمين حول رد ضريبة المبيعات لهم، وكذلك حول التسوق في الأردن والإعلان عن ذلك في المطبوعات ووسائل الإعلام الدولية لغايات تشجيع السياح والأشخاص غير المقيمين على التسوق في المملكة. إن هذه الاتفاقية التي نحتفل اليوم بإطلاقها ستقوم بموجبها شركة طلال أبو غزالي وشركائها الدولية بتولي مسؤولية رد الضريبة المستوفاة على مشتريات السياح والأشخاص غير المقيمين خلال زيارتهم للمملكة، وذلك من خلال تواجدها في المطارات والمعابر الحدودية وفقا للشروط التي تضمنتها هذه الاتفاقية. ومن المعروف أن خدمات الرد الضريبة تمارس دوليا من قبل شركات عالمية وذات سمعة مرموقة ولها باع طويل في تطوير برامج وأنظمة الرد الضريبي. لذلك فمن المتوقع أن تقوم هذه الشركة الوطنية شركة طلال أبو غزالي وشركاء الدولية بتقديم هذه الخدمات بشكل لا يقل قدرة عن هذه الشركات العالمية، كونها شركة استطاعت أن تجد لنفسها مكانا عالميا في مجال التدقيق والعلامات التجارية والتدريب ونشر المعارف وغيرها. وعليه فإننا نتوقع من هذه الشركة تقديم خدمات للرد الضريبي متميزة تساهم في ترويج الأردن سياحيا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار الأردنية وهيئة تنشيط السياحة الأردنية وأي جهات أو منظمات سياحية لتشجيع السياحة إلى الأردن وزيادة مشتريات الزوار والسياح أثناء إقامتهم في المملكة، ومن خلال حملاتها الإعلامية لتقديم خدمة الرد الضريبي، متمنين دوام التقدم والرقي والإزدهار لهذه الشركة ولإدارتها الفذة، آملين أن ترقى هذه الخدمات لتسويقها دوليا ونشر مثل هذا الاتفاق على مستوى دولي. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا لك. إذا سمحتوا لي بداية، أنا سعيد وأتشرف بأن أكون معكم أصحاب السعادة والعطوفة والأصدقاء في هذا اليوم المهم جدا. هنالك أخبار بأن هنالك انخفاض في عدد السياح إلى الأردن، هنالك حسب الإحصائيات والبيانات الرسمية واللي تقدره ب10% على الأقل. مفهوم السياحة يحتاج من وسائل الإعلام بشكل خاص، وأنا سعيد بوجود هذه الوسائط، يحتاج إلى توضيح مفهوم السياحة. السياحة ليست نزهة، كلمة سياحة أصلاً إحنا نستعملها وكأنها أن السائح يأتي ليتفرج على المدينة ويزور أهله وفقط، إنما في تعريف المنظمة العالمية للتجارة WTO جاء خدمة السياحة بصفة trade in touristic services، التجارة في الخدمات السياحية. المنظمة العالمية للتجارة لم تتكلم عن السياحة، تكلمت عن التجارة في الخدمات السياحية، بمعنى أننا نريد أن ننقل مفهوم أن السياحة هي تجارة. وتعريف المنظمة العالمية للتجارة أيضا، وأنا يعني من المؤسسات اللي أتابعها باهتمام
وأقدم لها المشورة على مجلس خبرائها، قدمت لرسم سياسة التجارة العالمية، تقول بأن التجارة، تجارة السياحة هي مماثلة لتجارة البضائع، إلا أن التاجر يذهب إلى البلد الآخر ليشتري البضاعة، أي أن أحد من أنماط التجارة هو انتقال الأفراد، اللي هو فيه أربعة مودز بالمنظمة العالمية للتجارة، أربعة أنماط للتجارة، أحدها انتقال المشتري، فالسائح الذي يأتي هو مشتري، وبالتالي هي تجارة سياحة، يأتي ليشتري. يعني في مود بيقول لك التجارة أنواع، منها أن تشتري بضاعة، أن تصدر، أن تستورد، وأحدها هو أن يذهب الإنسان إلى مكان آخر، هذه تجارة. فإذا مفهوم التجارة يجب أن نركز عليه، وأتمنى من وسائل الإعلام أن تدير حلقات وندوات ومقابلات حول مفهوم السياحة. السياحة هي تجارة، ولذلك أنا سعيد بوجود ممثلين عن منظمات المؤسسات التجارية. السياحة تجارة، بمعنى أننا هذا السائح نريده ليس فقط ليزورنا ويرى جمال عيوننا، إنما نريده ليأتي ويشتري البضائع. أحد حوافز شراء البضائع هو رد الضريبة المضافة، وإحنا سعداء أن دول أخرى بعد أن أعلننا نحن هنا في الأردن عن هذا المشروع بدأت تطبق هذا النظام حتى في دول مجلس التعاون الخليجي. دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت أنها من عام 2017 ستبدأ بتطبيق نظام رد الضريبة، العديد من دول، وهي مش محتاجة مثل ما احنا محتاجين، لأن ذلك هام لأغراض التجارة في السياحة. التجارة في السياحة، السياحة ليست سياحة، مش سائح واحد ماشي بالشارع وعم بتمشى، مش هذا هو السائح. السائح هو الذي ينزل في الفندق ويستعمل فنادقنا، هو الذي يشتري بضائعنا، هو الذي يصرف على خدماتنا، استعمال الخدمات، استعمل التليفون، استعمل أي خدمة، كلها مصاريف إرادية تفيد هذا البلد. الحملة الإعلامية مهمة جدا، ولذلك أنا سعيد بأن وزارة المالية نظمت هذا الحفل لإشهار هذا الموضوع. هو ليس حدث شكلي، هو لتدعيم الاقتصاد الوطني الأردني. من أحد أدوات هذا التدعيم، والدول الأخرى بأوروبا وبكل العالم تطبق هذا النظام من عقود طويلة. الآن في المنطقة العربية بدأت هذا الوعي بضرورة رد الضريبة. نحن سعداء بثقة وزارة المالية بنا لتوقيع هذه الاتفاقية اليوم، إشهار هذه الاتفاقية اليوم، والتي هي كانت نتيجة مناقصة. يعني حتى يكون في شفافية، لم تكرمنا الوزارة لصداقتنا التي نعتز بها وعلاقتنا الوثيقة معها، وبالذات إدارة الضريبة اللي نفخر بها وبسمعتها وشفافيتها، كانت هي نتيجة مناقصة فتحت لكل المؤسسات العالمية. فبالتالي نحن سعداء بأن فزنا بهذه المناقصة وبهذه الثقة الغالية. فريقنا الذي يعمل على هذا المشروع موجود معنا، جزء منه السيدات والزميلات في الأخريات. مكتبنا أنشئ في المطار وأصبح موجودا فعليا، ويستلم ويستقبل السياح والغير مقيمين من الأردنيين لغرض تطبيق هذا النظام. بدأنا فعلا في هذا المجال، ونحن الآن بصدد إطلاق الحملة الإعلامية. احنا باشرنا قبل أن نعلن، أسلوبنا دائما في مجموعة طلال أبو-غزالي أن نتكلم بعد أن ننفذ. يعني الآن نحن نعلن إشهار هذه الاتفاقية، ولكن بعد أن بدأنا تطبيقها. أي واحد بيزور المطار حيلاقي مكان عليه الاسم، صار موجود المقر، عندنا مكتب بالمطار لاستقبال المراجعين. فالموضوع ليس فكرة وليس مشروعا، إنما هو إعلان عنه الآن. وهذه أهم نقطة بدي أنتهي فيها، ولا أريد أن أطيل عليكم. لا فائدة من هذا المشروع إذا ما نعرف عنه في كل الدنيا. إذا وإجا السائح، أنا في مسمحوا لي يعني شوية أحكي نكتة بايخة دائما بحبها،
وبقولها لزملائي إنه إذا أنت بتعرف بس الطرف الآخر ما بيعرف ما في فايدة من كل ما تعمله أو تقوله. هنالك إنسان عنده مرض نفسي راح عند طبيب النفسي قال له يا دكتور أنا عندي مشكلة بس أشوف فرخة دجاجة بخاف تاكلني لأني بحس إني أنا حبة قمح. فحطه للعلاج النفسي وعالجه بعد فترة. قال له كيف الوضع؟ قال له تمام. قال له أنت شو؟ قال له شو أنا شو؟ أنا رجال. قال له إذا شفت فرخة شو بتعمل؟ قال له بضربها بإجري وبزتها بآخر الدنيا، أنا بدي أخاف من فرخة. قال له تمام. طلع الرجل بعد نص ساعة رجع للطبيب قال له خير؟ قال له أنا يا دكتور عارف إني أنا مش فرخة، مش 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 حبة قمح، بس هل الدجاجة عارفة إن أنا مش حبة قمح؟ فما في فايدة إنه إحنا نعرف إنه عنا نظام، إحنا نريد السائح أن يعرف إنه عنا نظام. لذلك نطلب دعم وزارة المالية وإدارة الضريبة بأن وسائل التعميم عن هذا الموضوع مثل مثلا المجلة التي توضع في الطائرة على الملكية الأردنية أن تشير إلى هذا الموضوع ليعرف السائح وهو جاي إنه بيستطيع أن يشتري ويخصم عنه الضريبة. نحتاج إلى كل وسائل إعلامنا أن تركز على هذا الموضوع إذا بدنا نخدم الوطن، إذا بدنا نزدهر الاقتصاد وكل واحد منا حيستفيد في هذا المشروع. ليس هنالك إنسان متضرر، كلنا سنستفيد، كل فرد بهذا الوطن سيستفيد. سيستفيد إنه يجي تجارة، يجي زبون، يجي مدقق، يجي شركة يدققها، كلنا سنستفيد. لذلك نرجوكم أن تدركوا أن هذا عمل ليس فقط وطني بل هو عمل لمصلحة، مصلحة الوطن ومصلحتنا الفردية. لذلك أنا الآن أطلب من أخي وزميلي مأمون مسؤول هذا المشروع وأخي محمد المومني أن يعملوا مع دائرة الضريبة على الحملة الإعلامية. الآن بدأنا التنفيذ وجهزنا الجهاز وهو موجود ويقبض رواتبه منذ شهور ليبدأ العمل بالطريقة الصحيحة، ونتأكد أنه مش رح نعلن وما نقدرش نلبي كما حصل في الماضي. أنا عارف أنه في بعضكم يدرك في ذهنه فشل التجربة السابقة لأنها لم تكن منظمة بالشكل المدروس. فالآن نحن في عمل فيه مصداقيتنا وسمعتنا ولن نسمح بأن يفشل. كل ما نطلبه منكم هو أن نتعاون في وضع خطة إعلامية. أنا لا أتكلم عن كلمة وكلمتين، خطة إعلامية شو رح نعمل مع الملكية الأردنية وكيف سنخاطبها وما هو الأسلوب في الإعلانات التي سنضعها في كل الأماكن التجارية في الفنادق، أن نستعمل المؤسسات الهامة مثل غرفة الصناعة وغرفة التجارة لتعمم على أفرادها، في كأن نعلن إعلان يصدر بيان من الوزارة للصحف، بيان رسمي بهذا الموضوع. نريد وضع خطة كاملة بالإضافة إلى وسائل الموقع والتواصل الاجتماعي لنعمم هذا الموضوع على الناس. أنا أريد السائح القادم قبل أن يصل أن يعرف هذا الموضوع. إذا بعد ما مشي ما في فايدة. أنا أريد أن يشتري، أريد أن يستعمل خدماتها، أن يستعمل كل المرافق التي فيها فائدة وخدمة لهذا الوطن. فالحملة الإعلامية هي الآن الأولوية والتي نأمل أن نعمل عليها سويا لننشر هذا الخبر على مستوى العالم وبكل الوسائط المتاحة. ودور الإعلام والتلفزيون هام جدا في هذا الموضوع، ويجب أن يتكرر الحملة الإعلامية. عمي محمد ومأمون أبو نعمة عملية مستمرة، يعني ما بتنتهي إنه عملنا حملة وخلص. أنا عندما أقصد بحملة أقصد برنامج مستمر لتسويق هذا المشروع. صدقني أنه كتير رح يفيد في جلب السياح أولا، وثانيا في تشجيعهم على الشراء. هذا موضوع ما، وإحنا إن شاء الله رح عم نتكلم مع وزارة السياحة أيضا ليشمل لنقوم بمشروع إضافي يتعلق برد الضريبة على التذاكر السفر، مما سيشجع أيضا على الوصول إلى هنا، خصوصا أن كما نعرف أن أسعار الملكية من أعلى الأسعار في المنطقة وربما في العالم.
فرد الضريبة عليها يخفف ويشجع أكثر على استعمال الملكية الأردنية. أنا أريد أن أعتذر إذا كنت أطلت، ولكن أردت أن أوصل رسالة هامة بأن ما نتكلم عنه هو دعم الاقتصاد، تحفيز الاقتصاد، تشجيع تسويق خدماتنا وبضائعنا في هذا البلد. لذلك هو موضوع وطني هام، وهو موضوع شخصيا مفيد لكل واحد فينا. شكرا جزيلا لكم، وأتشرف بأن أكون معكم في خدمتكم في هذا الموضوع. وأهلا وسهلا حياكم الله. وسهلا اسمحنا في أي انتقاد التسليم إذا بعد ذلك. ريت نسمع من رئيس هيئة تنشيط السياحة يقول معنا بالدكتور عبد العربية. يا سيدي أهلا وسهلا. شكرا سيدي وجهي، أبارك لكم على السريع، أبارك في هذه الاتفاقية الحقيقة. أنا نطلع على هيئة تنشيط السياحة من زمان، ونحن نلصق بعض الأخوات دائما يجوا عندي تشرفية في المكتب. أنا دور الآن نسوق هذا الموضوع للسياح في الخارج زي ما تفضلت أستاذ طلال في هذا الموضوع. إحنا عندنا حملة تسويقية إعلامية في العالم الآن، في عندنا في أوروبا، في عندنا في شرق آسيا، عندنا الآن بالخليج استثمارات كبيرة مع الـ NBC العربية، الـ OSN والشو تايم، راح يكون في المولات، راح يكون في التسور الخارجية، الأوت دور إندور. الآن أنا بتحكوا في عندي تقارير مع الـ NBC والعربية راح تتصور، فهذا راح ألغي تقرير من التقارير اللي كانت تتصور وأفرده لموضوع التاكس فري. يعني راح يجي الأمبسي العربي يصوروا مع حضرتك، مع عطوفتك، مع الإخوان، ويصوروا المواقع الموجودة حتى عند الخريج. الآن في عندنا عم ننسق مع وزارة الصناعة والتجارة والإطلاق مهرجان التصور في الأردن، عم نشتغل عليه يعني بسرعة، والحملة الإعلامية والإعلانية راح تنطلق بكل دول الخليج. عندنا 12 مكتب في العالم تابع لهيئة تنشيط السياحة، الموقع الإلكتروني عندي 4 مليون فيزيتر ب 12 لغة، كل الارت وورك والكونتنت متعلق بهذا الموضوع دوري، مش دورنا انه نسوقه، لانه مهم جدا هذا الموضوع انه يتسوق. موضوع الديبارتشر تاكس تفضلت فيها في 40 دينار و 60 دولار، موضوع الريفاند انا مبسوط جدا انه لقيا الآلية حتى بي ريفاند على التيكتس، لانه زي ما تفضلت عندنا مشكلة في موضوع الطيران. 90% من سياح العالم بيستخدموا لو كوست وشارتر، ما بيجي عندنا، يعني احنا 90% من سياح العالم ما بيجوا عندنا بيكوز اوف الديبارتشر تاكس واللاندنج والبياز. فموضوع الريفاند على التاكس هذا بينزل وبيشجع اللو كوست، مش بس ملكيه. بكره انا بجيب الايزي جيت والرايان اير جاهزين يطيروا على الاردن، بس بروفايدد انه نشيل الديبارتشر تاكس. ف سيدي هذا واجبنا، وببارك كثير مبسوط انه هذا الموضوع صار، واحنا دورنا الان كل امكانيات الهيئه خارجيا تحت تصرفكم لتسويق هذا الموضوع. شكرا. انا بدي اشكرك شكر جزيل، واطلب من مأمون محمد ان يلتقوا معك لقاء خاص لنضع تنفيذ لهذا الكلام الجميل اللي سمعته منك، لان انت الخبير وانت الاقدر على توجيهنا في كيف نقوم بهذه الحمله في الخارج، ونحن نضع انفسنا تحت تصرفكم. جزيل العفو. ايضا انا بثني على الشكر لرئيس هيئة السياحة على ما بدر به، على الحمله الاعلاميه، على التسويق لما له اثر على اقتصادنا بشكل عام، على دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع السياحه. هذا الجهد المتكامل باذن الله بين الدائره وبين موقع الاتفاقيه شرق الطرار وغزال وهيئه السياحه وغرف الاداره سيؤدي بالنتيجه حتما الى شيء ينعكس على اقتصادنا الوطني. إضافة بسيطة. يعني الخطة الإعلامية ذكرنا إنه المستهدفين أكثر شيء هم السياح، لكن حقيقة في فئة مستهدفة أخرى اللي هي غير المقيمين الأردنيين نسبتهم كبيرة، فأي خطة إعلامية يعني ينحطوا فيها. نعم. شكراً. أكيد. إحنا عفوا. امبارح يعني كمان الأستاذ مأمون والإخوان من شكل طلال أبوغزاله حكينا بموضوع الخطة الإعلامية. وكنا احنا يعني انا امبارح طلبت منهم ان يكون في اشراك كدائره حتى يعني ساهم معهم بهاي الحمله، يكون يعني لنا دور فيها حتى طبعا لتنشيط الحركه السياحيه والتجاريه. وهذا ما تفضل فيه الاستاذ طلال على اساس يكون هناك تعاون. نعم. نحن بدنا نامل ان 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 نصيغ خطوات محدده. انا يعني احنا اسلوبنا في العمل ان يكون عندنا برنامج عمل بما يحقق كل ما احنا نريده، احنا كلنا طرف واحد،
كلنا هدف واحد، بس إذا لم نعمل عليه ما بنوصله. فالخطة يجب أن تكون محددة المعالم، مش والله السعي، الهدف، العمل، مش العمل ولا السعي، لا، ما هو السعي المطلوب وما هو العمل المطلوب. هذا اللي أطلبه من زملائي بالتعاون معكم وبتوجيهاتكم. أنا هيك جزيمة كاتن بالأردنية، يعني كلما إحنا عن تاكسي فري وحمل السياح، قديش عدد المرافق التجارية المشتركة بالتاكسي فري؟ مش كل المحلات مشتركة، فقط المحلات المناطق السياحية. هالدور العدد ومين الشركة المشتركة بالتاكسي فري؟ هذا واحد. اثنين، تكلم عن الريفند على تذاكر الطيران، هذا هو قرار مجلس وزراء مش قرار. هو الاستاذ، لا لغايه الان لسه ما في، لا لا خليني بس اوضح بس، لانه قرار مجلس وزراء وصلنا، قرار مجلس وزراء الموافقه على اعفاء ضريبه المغادره مقطع العقبه اي ديستنيشن برا باللو كوست بالشارتر، مقطع عمان مغادره الى الخارج مده 3 سنوات على ان يتم وضع الاليه. صحيح. فقرار مجلس وزراء واضح. واضح بالنسبة للعقبة وبالنسبة ل عقبة عمان ماركة، حتى ماركة ديباتشر تاكس تم إلغائها. صحيح. مش ردها، إلغائها على الشارتر، على الريجولر ممنوع لأنه بس هالشارتر. بس الريجولر ريجولر لو عندك اتفاقية مع الـ AIG ممنوع طيران منتظر ينزل مطار ماركة عشان موضوع المونوبولي. صحيح. بس هاي في قرار يعني الآلية لسه ما انحطت. الآلية الآن احنا نستنى في القرار، يعني تم اتخاذه لكن نفاذه بعد نفاذه من ضمن الاتفاقية إن شاء الله. نحن أنا تكلمت في حديث مع وزير السياحة، ونحن الآن نسير في إجراءات لنصل إلى صيغة لهذا الموضوع. بس راح يتم الإعلان لاحقا. نعم، سيعلن عنه لاحقا. هذا واحد. اثنين، بس قبل ما أنا أريد أن أؤكد هنا أننا نحن سنقوم بحملة لدى كل المؤسسات، أولاً لاشتراكها في البرنامج، وثانياً لوضع إعلانات عندها دائمة. يريد في نموذج من الإعلان يحط ملصق على باب المحل ليرى السائح، وأيضاً المؤسسات التي ليست مستفيدة مثل الفنادق. الفنادق أنا بتهمني لأنه السائح اللي بنزل بالفندق بدي يعرف إنه وإن كان مش حياخذ رد ضريبة على إقامته بالفندق، بس وجوده بالفندق يعني إنه هو غير مقيم. فبالتالي أنا بهمني إنه كل فندق يكون فيه إعلان واضح في مثل هذه اللوحة موجودة لكل سائح ينزل في الفندق ليعرف إنه في رد ضريبة. سؤال لوجستي، يعني بعض المطارات مرتبطوا منك مش بس الفاتورة، رتبطوا منه يشوف الأشياء اللي شاريها، هل هذا مطلوب؟ مندوب الجمارك. بس بيجي مندوب الجمارك بيختم على الفاتورة، شوف البضاعة قبل ما يشيك المسافر، بيشوف البضاعة وبيختم موظف الجمارك على الفاتورة وبيجي على المكتب عندنا بنعطيه احنا اللي هو بحالة المغادرة. حاضر، بحالة المغادرة. انتو تاكسي في وين بيكون مكتب؟ مكتب المغادرة. يعني قبل لا يدخل على منطقة السكيورتي. قبل الجوازات في مكتب الجمارك، قبل تشيك الملكية أو الطيران الأخرى في تشيك في مكتب الجمارك. بروح على مكتب الجمارك، هم عارفين هو مكتب الجمارك لأنه مبين قدامنا. بيختم بشوف الجمارك، مندوب الجمارك بشوف الفاتورة والبضاعة، بدققها مع بعض مع الفاتورة مع البضاعة وبختم، والمسافر بروح يشيك بعدين بيجي على المكتب. احنا اهم شيء انه يكون الجمارك شافها وما يطلع المسافر لا اهله برا لا قرايبه ولا اللي يقدره، انه ما يطلع البضاعة عشان يجيبها مرة ثانية. احنا بنكون دخلت الان ممنوع هذا من المسافرين. احنا اخذنا اوكي من عطوفة الباشا انه في ناس راح تكون كمان، هذا من شخصي يعني شخصي من مجمع طلال الغزالة، انه ما حد يطلع برا من المسافرين يرجع البضاعة برا عشان يطلع عليه مصاري مرة ثانية. احنا بنضمن هيك انه المسافر دخل جوا الجوازات ما راح يقدر يرجع بالمرة. يعني انت ما بتصرف الا على ختم الجمارك والموظف اللي يكون يعني موجود، لان هاي مهمة للقصة اللوجستية. صحيح. بس قبل تشيك الشنطة، قبل تحمل الجمارك، قبل تشيك حاولنا ان نطلب ايضا من ادارة المطار بدون ذكر الدائرة انه يتسلم ورقة لكل زائر واصل قبل ما يدخل على البلد انه في هذا النظام، تحتاج الى ضغط منكم.
لانه تساعدونا فيها. انا اذا تسمح لي، انا عندي مكتب في مطار الملك علي، عندي 10 موظفين شفت اي بي و سي، انا جاهز اني اعطي فلاير موظفين. كن ممنونه على كل اللي لهم تصاريح جوا الدور ولا بشوره. احنا جاهز. اي جي ما عنده مشكله، بس مشكلة طالبين مبلغ عالي. لا ما هو احنا انحلت المشكلة حبيبي، هذا كلام كتير مهم، هذا كلام كتير مهم. هلا اذا هو بوزعها ما عادش ما بدك موافقة ولا بدك شيء. انا باتفاقيتي مع الاي جي، ما تعرف هذول ما شاء الله عليهم بيعوا كيف يجيبوا بزنس، ممنوع اوزع اي ماتيريال دعائي، لكن انا بطبعها على حسابي، بعطي الكونتنت، انا بطبعها على حسابي جزء من بروشورة تشغيل سياحة بشعار هيدا الشيء السياحة طالب وغزالي بس أحسنت أحسنت. هذا لأنه موقعهم سيدنا برا، بكون على الكاونتر برا، المسافر بكون يعني مخلص حرة سيدي طرر مخلص شنطاته طالع بيستقبل أهله، الآن بلاقي مندوب السياحة. لا سيدي مبلغ. أنا لغاية هذا الموضوع مع تصريح بدخول عند البلد الشنطة محمد افهم الكلام واعمل رتب التنفيذ فقط مع علي. هلأ احنا كل شيء بدنا اياه، هذا من أهم القرارات اليوم، انه احنا نستطيع، وهذه صحيح غلبنا فيها مع المطار. هذا مش فلوس إلي، مش أنا اللي عم بقبضها. يعني مش عم تعطيني فضل، بقول لك لا، بس هاي مشكلتنا، لأنه المطار يدار من شركة أجنبية، لأنه مطارنا تجاري مع الأسف. فنحن الآن أمام وضع حلتنا يا حل عظيم، الآن تنسق كيف ينفذ هذا الكلام، لأننا نريد أن يعرف الزائر قبل أن يخرج من المطار، ما بهمني وين، عندما يصل عند المدخل عند الجمارك على باب المطار برا، ما بهمني، أنا بهمني أن يعرف أنه في هذا الريفاند. أوكي، شكرا جزيلا، أنا أسعدتني بكلامك. أدريش مين في كان أظن كلام. إذا بسمح لي عمرتك، أنه في عندنا حوالي 320 متجر مشارك في رد طريقة المبيعات. إذا نقدر نستك مع القطاع التجاري والغرف التجارية أنه نزيد، كل ما زدنا هذا العدد كل ما بدلنا الروم الفكرة هاي أكثر وأكثر، وبالتالي نخدم الفكرة ونشط السياحة والتسوق من خلال السواحنا لوطن. شكرا جزيلا. ممتاز ممتاز، وين الغرف التجاري موجودين و... عم تسمع من أبون مش شايفك. اوكي طيب، بتبدل واعتبروا انه في انا مأبون عليه على الغايب، انه هنعمل اتفاقية بينه، اتفاقية تسويقية للمحلات الداخلية بينه وبين طالب وزارة، انا بأمون على رئيس المراد يمكن. بارك الله فيك، بارك الله فيك وشكرا لك. نعم احنا ان شاء الله ان شاء الله كلنا جميعا نتعاون بخدمة هذا الوطن بقيادة سيد البلاد حفظه الله. حفظه الله إن شاء الله. كل التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك.